و بس مع بنت اختك مثلا في فرحها انت كنت ده ليه؟ كنت فظيعه ما شاء الله. لو ايه كنتي قمر مش حبيبتي، مع بنت اختك كنت فظيعه، دي انت كنتي يخليك. الذ من دي ام بنتي، العروسه، الذ دي من بنتي. دينا. لا دينا دي قمر، بس هي دينا ايوه قلت لك كيوت دينا و كيوت قوي يعني، انت كيوت. واقفه وعماله بترقصي معاها بس كنت حريصه ان انت تنزليه على السوشيال ميديا، الناس كلها شافته لا وفرحت اصل لفرحتك. فرفوره فريده دكتوره فريده، هي دكتوره اسنان على ما فكره، شاء الله اللهم بارك. متخرجه هي واخوها دكاتره اسنان، ما شاء متخرجين الله. من مدريد. بس فريدة بنتي البكرية يعني، هي فأكنه فرح بنتك الكبيرة. أيوة بنتي، فهو فرح بنتي بجد يعني. فلا وتفاعلتي معاها وكنتي لذيذة وشفتي كومنتس ساعتها صح؟ انبسطتي بيها ولا ما بلحقش أقرأ كل الكومنتس. ما بتشوفيش كل الكومنتس؟ بس ببسط. لا في حاجات، بصي في أكيد مما لا شك فيه كومنتس، حاجات كل فين وفين، حاجات بتضايق. ايه اللي حاجه بس لو ما انا ما قريتش بقى على الفرح يعني؟ لا انت ليه بتكتب كده يعني؟ ليه انت ليه ممكن بني ادم يكتب لبني ادم كده؟ ايه ليه يعني؟ ده في ناس كتير، وبقرا كمان على حاجات عند الزملاء يعني. انا بحس ان لا في ناس. طب باباك دفع لك الانترنت ولا انت سارقه عشان تطلع تشتمنا؟ هو ما فيش بابا اساسا، لانه لو كان في بابا كان رباه، انما هو ما فيش بابا اساسا. عمرك ما رديتي على كومنت او نقد ليه؟ لا ساعات كنت برد وبعدين بطلت. انا برد والله ما بقدرش، انا برد. معروف عني بس كده. انا ما عنديش وقت، انا بقعد اقول هضيع من لا حياتي لما ومن عمري اقعد لا ليلتك. ما بقدرش بقى حظك. والله ما بقدرش. ما اقدرش. بس طب لما بتردي بتعملي ايه؟ ما حدش قالك مثلا انه لا لازم تبقي نجمه؟ فاش تردي على الكومنتس؟ في ناس كانوا بيقولوا كده. يو شودنت، ان هو ما ينفعش. لا انا في عند حد معين وما بردش بطنش، بس في عند في ناس برد، في ناس برد انه لا انا هرد ومش هيهمني. بس عمري ما برد بقله ادب او بضايقهم بحرجهم. بس ما بتضايقيش حد؟ لا وبيردوا يتاسفوا على طول بعديها بجد؟ والله ساعات بقى لو حاجه مستفزاني جدا برد برايفتلي وبعمل لهم بلوك. طب ما ممكن ما يشوفوهاش. استني لا على البلوك. يشوفوها طبعا يعني. انت لو عملتي بلوك هو ما يشوفش المسج، عارفه كده؟ لا 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 فانا بسيبهم يعملوا سين واعمل لهم بلوك. انا بديكي بقى بصي من الاخر ايه ده، بديكي كفاح بقى، كفاح في الرد. انا مش عايزه، انا بكافح في الحياه، هقعد احرق دمي؟ ايوه.